مرحبا بكم مشاهدينا. كل اسبوع كيكون حدث توب واخر فلوب. في هذه الحلقه الحدث الايجابي اللي غنتكلموا عليه كان في بدايته حلم تحول لطموح وصار بالعمل والاجتهاد حقيقه. اتحدث عن مونديال 2030 لكره القدم الذي ستحتضنه المملكه المغربيه اسبانيا والبرتغال. نعم، المغرب والبلدان الاوروبيان نالا باجماع مجلس الاتحاد الدولي لكره القدم الموافقة على تنظيم نهائيات كأس العالم لسنة 2030. الخبر زفه الملك محمد السادس للشعب المغربي بحر الأسبوع، وفيفا من جانبها أكدت ثقتها على قدرة البلدان الثلاثة على تقديم نسخة متميزة من التظاهرة الرياضية العالمية الأكثر فرجة. المغرب قرب لنا المونديال، إنجاز كبير، فخر ما بعده فخر، بعد من سيل تفاعلات إيجابية مع الإعلان الرسمي عن اعتماد ملف المغرب إسبانيا البرتغال لتنظيم كأس العالم 2030. وفعلا تنظيم المملكة لهذه التظاهرة سيعود بالنفع على القارة الإفريقية ككل، كما أنه يشكل فرصة غير مسبوقة في الربط بينها وبين القارة الأوروبية، وكذلك بين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورو المتوسطي. العالم إذن سيجتمع بالمغرب بعد 6 سنوات وأشهر لمتابعة مباريات مشوقة في عالم الساحرة المستديرة، فهنيئا لنا. وهي مرحلة مضاعفة الجهود كما جاء على لسان فوزي رقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس لجنة كأس العالم 2030. أما الفلوب فهو موجة أخبار صارت تتربص بنا بمجرد فتح الهاتف أو أي جهاز متصل بالأنترنت. أخبار تتضمن رسائل تخويفية بمعطيات غير دقيقة في غالب الأحيان وتتلاعب بالمعتقدات. وتيرة ترويج هذه الأخبار تجعلها مصدر قلق للمتصفحين، وبتداولها تصبح محور أحاديث بالشارع العام. في ظل التحولات الاقتصادية والمناخية التي يشهدها العالم، يجد صناع المحتويات التخويفية منصات التواصل الاجتماعي فضاء خصبا لاختلاق قصص والتنبؤ بأخرى، متجاهلين الضرر الذي يلحقونه بالمتلقي، ضرر قد يقود عددا من الأشخاص إلى المستشفيات أو يتسبب في مصرعهم حسب تأكيدات أخصائيين نفسيين. حلقتنا انتهت، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.